السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى، إزيكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ موضوع فيديو النهاردة صيدلية للأدوية البيطرية، صيدلية الحمام. يعني إيه اللي خلانا فكرنا في الموضوع ده؟ شوف حضرتك إزاي، أنا عندي تقريبا أدوية صيدلية بعد اللي صاب الحمام عندي، ما شاء الله شايفين الكرتونة دي طبعا، بس ما فيش نظام. شايفين الشنط؟ ويمكن لو دورت كمان هلاقي اهو، كل دي أدوية طبعا. لكن هنعمل ايه في البرجلة دي والهرجلة دي؟ انا لكل ما اجي اعوز حاجة بدور عليها. طب ليه؟ انا فكرت، شوف المكان ده في مثل عندنا بيقول الحاجة أم الاختراع. طيب أنا محتاج إن أنا أعمل حاجة إن أنا أحط فيها الأدوية دي، فأنا فكرت ونفذت أهو. شوف الصيدلية اللي أنا عملتها، الصندوق ده أنا خملت المقاسات على أساس أهو، قسمتها إن الطعان فيها بالشكل ده، ما شاء الله هتنفعني جدا جدا جدا. عندي كتير أدوية كتير، محتاج نظام، محتاج شوية نظام، محتاج شوية نظام، لأن أنا باجي محتار أقعد أدور في الأدوية مش عارف أعطي إيه. طيب أنا هقول لكم بسرعة أنا عملت الصندوق ده إزاي، أو الصيدلية دي، أو هنا في بالنسبة عندنا في دمياط بيقولوا أجزخانة اهو. شوف حضراتكم مزغطات، وفي كل ما يخطر على بالك، وسرنجات. وانا بعين الحاجة ما عدتش ببقى فاكر انا عين ايه. عملنا هنا كمان الجزء المفتوح ده علشان لو فيه ازازة زي كده طويلة تعدي منه. دي ازازة خلي تفاح طبعا، عشان طبعا انا عارف ان في ناس بيشتغلوا نجارين هيشوفوني يقول لك ليه انت ما عملتش، وهيحصل فيه تعديلات انا عارف. بما اننا احنا هنا من دمياط، ودمياط بلد الخشب وبلد الموبيليا، فاحنا هقول لحضراتكم انا عملت دي ازاي. طبعا انا عملتها كده نص تجميع علشان افكها واقول لحضرتك انا عملتها ازاي. اهو المسامير انا مش مكملها، هنفك المسامير دي ونشوف عملناها ازاي. طيب هو انا عملت المجرة دي، حضرتك اللي صابعي ماشي فيها ده، ومن تحت كمان ان ينزل فيها الدرفة كده، مجرة من الجنب ده ومن الجنب ده، والدرفة دي انها تطلع وتنزل، ان انا اشيلها للاخر. تمام كده، ونزلها تقفل للنهاية. طيب هنفكها ونشوف عملناها ازاي مع بعض. طيب نشوف انا قطعت الخشب بتاعها ازاي. الخشب ده تقريبا كل الاطوال متساوية، هي فعلا كل الاطوال متساوية. الجزء ده بيجي لو احنا كل الناس النجارين عارفين الطول ده بيكون 152.5، فانا قسمته 3 في الطول، قطعته 3 اطوال، يعني مثلا ادا 1 2، ودي التالتة اللي هي القاعدة كده، القاعدة دي فحرناهم كلهم بالشكل ده، التلات حتات دول، بحيث ان تبقى دي جزء، ويبقى الجنبين دول. اظن واضحة كده، انا فحرت التلاتة دول علشان هينزل فيهم الدرفة، هتنزل من المجرة من فوق من هنا، تمام اهو، وتنزل في المجرة اللي تحت دي. يبقى كده التلات اجزاء اللي معانا دول اطوالهم متساوية. طيب هنشوف ايه كمان. دي الجزء
الرف ده اللي هيكون هنا، اول رف يكون هنا اللي احنا خلعنا فيه الخلع ده علشان ندخل فيه اي ازازة تكون طويلة هنا. خليك معايا يا رب يكون واضح. هو انا عارف الموضوع ده محتاج يتصور كويس عشان يكون واضح. طيب الجزء ده الرفوف دي او الاجزاء الداخلية دي لازم تكون ضيقة بحيث تكون ما تزيدش عن هنا، او لو نقصت عن الفحر ده عشان الضرفة تنزل تعدي من الرف ده ما يحش فيها. الضرفة اللي هي جرار اللي بتطلع وتنزل كده يكون متساوية من الظهر من هنا ومن هنا اقل من الفحر ده. تمام. يبقى معانا ده رف اللي هو ده على العلام اللي هيتركب على العلام الاولاني ده مقسمها اهو، ورف ده. الرفوف التانية مفيش فيها الفتحة اللي هي دي. ده رف كمان التاني، ونجيب كمان التالت. التالت اللي هو هيبقى فوق خالص كده. تمام. اللي هو هيبقى فوق في الشكل ده هنا في السقف. طيب هنجمعها، نشوف هنجمعها ازاي ونوري لحضراتكم مع بعض. بعد ما ركبنا الجزئين دول، الجزء ده هنركب الاثنين التانيين على العلام اللي احنا مقسمينه، واحد في الطرف هنا وواحدة على العلام ده بالشكل ده، واحدة كده واحدة كده. نركبهم ونرجع لكم تاني جزء جزء كده. بعد ما ركبنا الاربع اجزاء كده يبقى هنركب الجزء اللي هو الجنب التاني ده اللي فيه الفحر ده. نخلي الفحر متوازي مع الفحر اللي هنا يبقى ماشي معاه كده بالشكل ده، يبقى الفحرين ماشيين مع بعض كده. هنركبهم على العلامات اللي انا معلمها من فوق دي وارجع نوري لكم هتبقى ازاي. طبعا احنا بندق بالمسامير، انا مش عامل بغيرة، لربما اعدلها في اي وقت، ممكن اعدل التصميم في اي وقت، فانا عامل مؤقتا بعد كده بجمدها بمسمار الاوز او مسمار بورما زي ما بتقولوا. فاحنا مؤقتا كده لغاية ما ننتهي نشوف التصميم النهائي هيكون ازاي قبل للتعديل. يعني نكمل مسامير ونرجع نوريكم مع بعض. طبعا كملنا اهوت بالمسامير، جمعناها من فوق ومن تحت، لكن هي وضعها مش كده. طبعا هي وضعها هيكون كده بالوضع ده. طيب هنشوف الضرفة اللي احنا عملناها تمشي ازاي. دي الضرفة اهي معانا، جبناها اهي الضرفة. هنشوف كده بتخش من المجرى اللي احنا عاملينها دي. بص حضرتك ازاي طيب ايه الحتة دي. الحتة دي حتة خشبة انا جايبها، اي حتة خشبة ان انا امسك منها احرك منها بالشكل ده. طبعا هي لسه مش جامدة لان لسه هنركب لها ظهر. الظهر هو اللي بيمسكها يا جماعة، الظهر هو اللي بيمسكها. معانا ظهر اهوت، ظهر الابلكاش ده هنركبه في ظهرها من ورا بالشكل ده. نركبه بالشكل ده، نقفل من هنا وهو في نفس الوقت الظهر هو اللي بيمسكها. هنقفل الظهر ونرجع لكم. ركبنا الظهر اهو حضراتكم، شوف العلامات اللي انا بعلمها عشان ادقدق عليها المسامير هنا والرف التاني اهو عشان تعرف الطريقة كويس. نبعد شوية، دي العلبة او الصيدلية البيطرية. تمام. نركب لها الضرفة ونشوف احنا هنحطها فين. انا فكرت ان انا احطها في المكان ده. طبعا هنرفعها شوية،
هنرفعها شوية عن الحنفية دي عن المية لفوق شوية كده، ونصورها لكم في فيديو تاني ازاي بنعلقها في مكانها، ونشوف الأدوية دي الكرتونة والاكياس دي هنحطهم في العلبة ازاي. ارجو يكون عجبك الفيديو، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، فعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.